بكم في حلقة جديدة بعنوان منظومة تثمين مواد الهدم والبناء. من أولويات استراتيجية حماية البيئة في المغرب الحرص على تثمين مواد الهدم والبناء من خلال التركيز على نوعية هذه المواد المستعملة وتخزينها وإعادة استعمالها. منظومة التثمين كتأكد على أهمية السهر على بناء استراتيجية مدققة كتحترم البيئة، خاصة فيما يتعلق بتدبير مواد البناء وبقاياها للحد من أثر تلوث البيئة. نشوف رأي مسؤولة عن قطاع تثمين نفايات. نفايات الهدم والبناء هي واحد النفايات اللي ما كتمثلش واحد الخطوره كبيره على البيئه، ولكن بالكميه الكبيره اللي كتواجه بها في الطبيعه ل 10 مليون طن كتشوه المنظر وكدير واحد الاثر سلبي على البيئه. واش نحيدوا هذا الاثر السلبيه؟ كيمكننا اننا نتمنوها ونعاودوا الاستعمال ديالها. كيفاش يمكن الاستفاده من مواد الهدم والبناء بشكل اللي يخدم البيئه ديالنا؟ أجل الاستفادة من هذه المواد، مواد الهدم والبناء، وباش نحيدوها من الطبيعة كتقوم الوزارة بدراسة من أجل إيجاد حلول التسمين ديالها، واللي كتمثل إما في إعادة صناعة إسمنت جديد من هذه المواد، أو استعمال هذه المواد بناء الطرق أو تهيئة المقالع. وما ننساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.